السلام عليكم. ان شاء الله اليوم شويتنا ديال الفاسيه غادي تقدم لكم بغرير بسيط وسهل. كنحتاجو له في المقادير 350 ديال السميده، يعني الفينو سميده رقيقه. عندنا 150 غرام ديال الفورس، وعندنا يطر لارب ديال الماء دافي، وعندنا 7 غرام ديال الخميره ديال الخميره المعجونه حبوب، و7 غرام ديال الخميره الكيماويه ديال الحلوه، وعندنا نص معلقه، يعني الحجم كبير اللي باغي يدير مقادير كبيره غادي يدير معلقه كبيره. بالنسبه لهذا القياس هذا غادي نديروا له نص معلقه صغيره ديال السنيده، ومعلقه صغيره ما عمرهاش بزاف على حسب مذاق الناس، مالحه ولا تكون خفيفه ديال الملح. دابا غادي نبداو على بركه الله. دابا غادي نقبطو هذا، عندي الغرف فيه نص لتر د الماء، من الاحسن نصبقوا الماء باش ما كتعجنش الماكينه لداخل. هذه الخميره حلوه ديال الخميره الحلوه، سنيده والملح، ونضيفوش القوام الاخر. هذه بالنسبه غير ليطرو لارب اللي قلت لكم، ولكن الا كان مازال خاصكم تزيدوا غادي تقدوا تزيدوا. صافي، يعني ركبتها في الماكينه، نحاولوا نزولوا فيه باش نشوفوا، وما نضربوش دقه في حدا باش ما يتعجنش. نديروا كاع ديك الجهد ديال صافي. ها هو دا باش تجيكم الصوره باينه، ها نتوما شتي في مولينيكس كي كيجي ما تخلطوا الماء والطحين، باش كاينين بزاف د الناس اللي كيديروا الطحين هو الاول عاد يديروا الماء، كيلصق لهم لتحت في ديك الماكينه وكيحصلوا في كيبقاو شحال ديال الروينه وشحال ديال راكم عارفين اللي كاين، كيبقاو يحركوا بالمعلقه. اللهم سبقوا الماء خطوات خطوات بحال الطبقات، ما طحين فورس ما طحين فورس ما طحين، حتى كتساليو الماء الكميه اللي عندكم بغيتو. صافي، وهكا كنكونوا حصلنا على القياس. القياس راه دخل يطرو لارب بالنسبه ل 200 300 شحال قلت لكم 350 غرام ديال الدقيق ديال السميده و150 غرام ديال هذا. دابا غادي نخليوه يرتاح مزيان، يرتاح حيت تشوفوا بان هذا البويقات غادي نغطيه. صافي، وغادي نبداو فيه الخدمه. نقبطو شي بلاستيكه ونغطيوها باش يسخن دغيا بالدربه باش ما يعطلكمش، ويحافظ على باش ما طيح فيها حتى شي حاجه. صافي هكا خليوه في جنب يرتاح، ملي نحسو بان داك البويقات خرجوا غادي نبداو فيه الخدمه. صافي، هنا من بعد ما دار البويقات ديالو وارتاح، ارتاح واحد ربع ساعه 15 دقيقه كاع بارك عليه. دابا غادي درت المقله كتسخن، غادي نهزو واحد المغرفه نحركو، بركه مغرفه كبيره نديوها مباشره لهنا.
هكذا كيبقى غادي دقه دقه حتى كيطيب. نتوما شفتوه صافي هي كملات. هانتوما شفتوها كي كتجي متقبه ها. ها التحتاني كي كيجي. المهم هذا هو الشكل ديالها. انا غادي نرمي واحده اخرى. غادي نوجدوا لها زيف ونحطوها ديريكت فوق شي منيد هكذا نقيقي تبرد. وغادي نزيد واحده اخرى وهكذا غادي نستمر حتى نتلاقاو مع الشكل النهائي ديال كلشي. صافي هذا هو الشكل النهائي بعد ما كملته كامل. انتما كتشوفوا القياس ديال 350 غرام يعني واحد ما كاملش نص كيلو هو اللي كيدخل ليا هادشي كامل. وكنتمنى يعجبكم وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي شهواتنا ديال فاسية وديروا جيم دائما على المشاهده. والتعليقات ديالكم ضروري راني كنتواصل معكم وراني كنجاوبكم على اي حاجه وكنشرح لكم اللي كانت عندها مشكل في شي حاجه ما عرفاتهاش راني كنشرح لكم. وكنتمنى يعجبكم وبالصحه والراحه وما كرهتكمش تجيو تفطروا معايا. والسلام عليكم.